بعد عام ونصف من الحرب في تعز، وهو ليس بالعمر القليل لمدينة لم تخلو طيلة هذه الفترة من سقوط شهيد أو جريح، وهو ما ضخم من قاموس حرب الميليشيا الكبير وضاعف ويلات الناس على مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية والصحية وحتى الاجتماعية. عام ونصف على الانقلاب والحصار على اليمن ككل وعلى تعز خاصة، توقفت كل جوانب الحياة سواء في الجانب الصحي أو الجانب التعليمي أو الجانب المعيشي. عاشت تعز وضعا صحيا ومعيشيا بالغ السوء. لم تعش اليمن ولا تعز مثل هذه الفترة الحرجة من المعاناة والحصار والدمار كما عاشته أثناء انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوق صالح. حرب الميليشيا العبثية طالت الجميع، الأطباء والمعلمين والمهندسين وكل الفئات وفي مقدمتهم الأطفال والنساء. هؤلاء جزء من الآلاف الذين تعرضوا لأسوأ عقاب في تاريخ المدينة، خرجوا لتجسيد تلك المعاناة ونقل صوتهم للعالم. الرسالة هي خرجت تعز بمختلف شرائحها بمختلف أبنائها من كل الطوائف أو بمختلف الانتماءات، كذلك عندنا منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، الطلاب، الأطباء، المهندسون، كذلك المقاومة، الجميع خرجوا ليبعثوا رسالة إلى العالم أننا لازلنا صامدون في هذه المدينة رغم القصر، رغم القصف، رغم الدمار، رغم القتل، لازلنا صامدون في هذه المدينة. مئات الشهداء والآلاف من الجرحى عوضا عن الخراب الذي لحق المدينة وطال كل شيء فيها، ما تزال الميليشيات تواصل مشروعها التدميري. عام ونصف من حرب الميليشيات، تنوعت المعاناة وتعددت أشكالها، وبالرغم من كل ذلك لا زالت المدينة تقاوم في ظل تجاهل المعنيين وصمت العالم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.